بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين في الفاليديشن. وتعالى دلوقتي ناخد فاليديشن مرتبط بالايتم. يعني ايه مرتبط بالايتم؟ احنا عندنا التقسيمه بتاعتنا كذا حاجه مرتبطه بالايتم. الايتم از نوت نال، ايتم از نوت زيرو، الكلام اللي احنا خدناه على الكونديشن هناخده هنا دلوقتي. ايتم از نوت نال، انا عايز الايتم ده اللي هو طبعا انا قلت له ايتم از نوت نال لازم اوصيه ايتم، لازم اقول له فين الايتم بتاعي. فانا هقول له وليكن الايتم اللي هو السالري، السالري ده ما يبقاش نال. تمام، وطبعا جايب لي على الاثنين لان انا اخترت له ان الاسايتد ايتم اللي هو الديبارتمنت نمبر. تمام، فانا هقول له الايتم اللي مربوط بيه الحاجه دي هو السالري. تمام، الايتم از نوت نال ايه؟ السالري. طيب الرساله ايه؟ ممكن ناخد الرساله زي ما اتعلمنا من هنا اهي. خلاص الايتم ماست هاف فاليو، ماشي، او نوت نال براحتك، الرساله دي بتاعتك انت. تمام، ده اول حاجه عندنا. فدلوقتي انا عملت فاليديشن على السالري اللي هو كان بيقبل قبل ما انا اعدل الصفحه انه يبقى فاضي. انا عامل له ريكوايرد على ما اظن. تعال نشيل الفاليديشن دي كده ونروح للسالري. تمام، مش ريكوايرد ولا حاجه، او انا عملت سيف. تعال نرجع تاني. لو الايتم ده فاضي كده تمام. دلوقتي بيقبل نل. لو انا جيت دلوقتي عملت ايديت على الصفحه بتاعتي ورحت على السالري قلت له عايز اعمل عليه فاليديشن، الفاليديشن بتاعي انا ممكن اعمل له اسم براحتي. وقلت له ان نوع الفاليديشن بتاعي ان الايتم ما يبقاش نل، واخترت السالري. تمام، وقال لي ايه الرساله؟ ناخد نفس الرساله زي ما اتفقنا لما نكررت حاجات عملناها قبل كده. خلاص تمام، بيزيد على الفاليديشن كمان. الفاليديشن لو انتوا فاكرين انا قلت الفاليديشن دي اقدر اعمل كونديشن على الفاليديشن، فاكرين؟ فبرضو جزئيه ثانيه ان الفاليديشن او الكونديشن على الفاليديشن بيسمح لي ان انا اربطه الفاليديشن ده بزرار معين بس، او ان انا احط له كونديشن. خدوا بالكم من دي، يعني انا ممكن اخلي الايتم السالري ده نوت نل في حاله الانسيرت بس، انما في حاله الابديت سيبه نل مفيش مشكله. تمام، لازم تاخدوا بالكم النقطه دي. النقطة هيون بوتون بريز دي بتقدر تعملها على الفاليديشن وعلى البروسس. تمام، خلاص انا دلوقتي عملت فاليديشن ان الايتم ده ما يبقاش نل وما ربطتوش بزرار معين عشان اي ما تعمل الصفحه سبمت يفاير ده. السالري لو شلته كده يقول لي لا الايتم ده لازم فاليو. تعال نخلي الفاليديشن بتاعنا او الايرور بتاعتنا في الفيلد بس. تمام يا جماعه، يبقى انا دلوقتي عملت الايتم از نوت نال، طول ما هو نال الايرور ده هيوقف الدنيا. تمام، تعال نظبط الليبل بدل ما نعمله سالري عالي كده. طيب ادي اول واحده ان الايتم ما يبقاش نال. طب انا ممكن اخد كمان اللي بعدها الايتم ما يبقاش نال او زيرو. خد بالك مش عامل لك فاليديشن الايتم يبقى نال، يعني انت عايز تجبر اليوزر انه يبقى نال، ما تسيب هيسيبه نال، مفيش حاجة تجبره ان هو يخلي القيمة بتاعت الايتم ده نل. معايا؟ طيب انا ممكن اقول له دلوقتي ان الايتم مش نل او زيرو، يعني لا يبقى نل ولا يبقى زيرو، لان قبلها يا جماعة دلوقتي انا لو عملته زيرو هيعدي. عملنا كده الصفحة بس اتعمل لها فاير. خلينا ايتم نوت نل ولا زيرو، لا نل ولا زيرو. فدلوقتي انت عملته دلوقتي احنا هنا هو نل هيوقفك. طيب زيرو برضه هيوقفك. طب اتنين هيعدي. تمام، يبقى عندي ثاني حاجه ايتم از نوت نل اور زيرو. ايتم از نوت زيرو، لا نل ماشي انما زيرو لا. تمام، نل كده زيرو لا، نل مفيش مشكلة. تمام، تاني حاجة عندي item is contain no space، أنا مش عايز الايتم يبقى فيه سبيس. تمام، فبالتالي تعالى نخليها على item تاني لأن الايتم ده مش منطقي. تعالى نخلي على النيم، أنا عايز النيم ده ما يبقاش فيه سبيس. خد بالك أنا بغير السايت item أهو عشان الرسالة تظهر تحتيه. ممكن أقول له دلوقتي no space. تمام، انا قلت له ان عايز الايتم ده يبقى فيه سبيس. لو رحت دلوقتي على النيم عملت ابلاي تشينج
هو لسه في سبيس من المره القديمه. طب لو شلتها كده هيعدي تمام. فانت ممكن تجبره انه ما يحطش مسافات كده. لو عملت مسافات طبعا الترم شالتها، فاكرين الترم دي والترم شالتها، انما لو في مسافات في النص كده بين ايتم والتاني مش هيقبل، لان انت عامل فاليديشن نو سبيس. تمام، يبقى كمان عندي حاجه تانيه نو سبيس، وعندي الفا نيوميريك زي ما احنا اتفقنا. الفا نيوميريك ان هي زي ما قلنا قبل كده واتلخبطنا فيها المره اللي فاتت، الفا نيوميريك ان الايتم ده يا نمبر يا فاركار مش الاثنين. تعالوا نجرب، تعالى حتى نكتبها له كده في الرساله عشان تبقى واضحه. رجعت الايتم تاني دلوقتي، والايتم ده في حروف مفيش مشكله، المسافات لا تمام، هو بيعتبر مسافه سبيشال كاركتر، في حروف مفيش مشكله. طيب في ارقام بس برضو مفيش مشكله. طيب في ارقام وحروف مفيش مشكله بالنسبه لدي تمام. لو بصينا، لان هي بتختلف ما بين الفاليديشن وما بين الكمبيوتيشن، لو وقفنا هنا في الالفا نيوميريك وشفنا الهيلب بتاعته، الفا نيوميريك كونتيننج اونلي ليتر، اونلي ليتر اند نمبر اند نو سبيشال كاركتر تمام. طيب بعد كده عندي حاجه ثانيه كمان، ان انا اخلي الايتم بتاعي نيوميريك، هي بالظبط لما تكون مختار الايتم نمبر. افرض انت اصلا عندك الفيلد ده انت عايزه فارك، عايز فيلد بس عايز برضه ما تخليش اليوزر يحط فيه نمبر تمام. يعني خد بالك انا عملته على على فيلد اصلا هو فاركار اللي هو ايه النيم، النيم ده اصلا تكست، فانا خليته دلوقتي ما يقبلش الا نمبر، مش هيقبل الا نمبر. لو كتبت حروف كده مش هيقبلها، لازم تبقى نمبر تمام. عندي حاجة تانية كمان هنا بقى، إذا valid date هنا item ده لازم يكون valid date، ده اللي بيعمله على ال higher date. طب افرض أنت أصلاً ما عندكش ال item مش date، فأنت ممكن تعمل item يكون text field عادي بس برضه يعمل تشيك على ال date تمام؟ طب هياخد ال date بتاعه منين؟ من فورمات ماسك. طيب زي إيه؟ أنا خليت ال name دلوقتي valid نوعه نوع ال validation بتاعه إن هو يبقى valid date. تعال نجرب، لو رحت هنا دلوقتي عملت apply change، طبعا الرساله زي ما هي. طب بس نغير الرساله بتاعت الفاليديشن بتاعتنا، انا قلت له ان هو لازم يبقى valid date، نكتب له هنا valid date تمام. لو جيت هنا وكتبت له ارقام كده فورمات لسه غلط، طب هو هيجيلي فورمات منين؟ لو انا عندي ايتم، لو انتوا فاكرين كده في الايتم بتاعي وعندي بروبرتي اسمها فورمات ماسك، اختار له انا بقى ساعتها فورمات ماسك وليكن دي، افتكروها اهو تمام. وتعالى نرجع للايتم بتاعنا تاني، فانا لو جيت هنا تاني وجيت اعمل ابلاي تشينج قال لي لانه فاليد ديت. طب هعملها له ازاي؟ تعال ناخد نفس الفورمات من هنا ده كده مثلا، لسه الفورمات فوق غلط، لو خدت ده فوق كده وتعالى نعمل نفس الفورمات ماسك للديت عشان ناخد منه هاير ديت، برضه هنغير الفورمات بتاعه لان الفورمات متغير تمام، عشان ناخد بس نفس الفاليو اللي هنعملها في الفورمات بتاع الديت نحطها في الدني. دلوقتي لو انا اخترت كده وغيرت في ده هيقول لي الفورمات غلط هنا وهنا. طب تعال نظبط ده شويه، فالخطا بقى فوق بس، فانا هاخد نفس الفورمات ده كده واحطه له هنا. عدى ليه؟ لان انت قايل له انا عايزه يبقى فاليد فورمات. طب هو هيجيب الفورمات منين؟ انت في الفاليديشن اللي اسمه فاليد فورمات ما بيديكش مكان تحط له فيه الفورمات، هو بياخد الفورمات يا جماعه من الفورمات ماسك بتاع الايتم اللي هي دي. وضحت؟ طيب ايه تاني عندي بالنسبه للايتم؟
ممكن برضو valid time span ده بيبقى الديت بقى اللي فيه تايم وكلام من ده. ماشي، تايم سبان ده بيبقى valid ديت كامل بقى، تمام، فورمات تاني. وعندي بقى من الايتم يساوي value مباشرة، يعني بص انا عايز النيم ده يساوي علي، ماليش دعوة اي حاجة تانية، لا نكتب له في الرسالة equal علي. خلاص انت عايز تجبره على قيمة معينة هو هيحطها في الديت ده، فانت عملت كده يقول لك لا غلط، انا عايز علي. طب احمد، لا طب علي، عدت تمام كده يا جماعه. وطبعا عكسها ان الايتم ما تساويش علي، ما يتساويش فاليو، انا عايز الايتم ما يتساويش علي. تعال نغير رساله نوت ايكوال علي كده، ونروح تاني على نفس الريكورد اللي احنا لسه عاملينه واقول له ابلاي تشينج، يقول لي لا معلش غير لي دي انا مش عايز علي. تمام، يبقى عملت كمان ايتم يساوي فاليو وايتم لا يساوي فاليو. وعندي كمان زي ما اتفقنا ايتم كونتين فاليو تقدر تقول له مش عايز، اوعى تحط لي علي ولا احمد. هنا حط لي علي او احمد، الكونتين لازم يكون علي او احمد. تمام، تعالى خلي الرساله ثابته دلوقتي مش هنغيرها عشان مش كل شويه نرجع لها. تمام، انا بعت له دلوقتي، وخد بالك عشان برضه تفهم الهيلب، لو وقفت كده وشفت ايتم كونتين دي، شفت الهيلب بتاعها انه عايزك تبعت له اكتر من قيمه، والفاصل ما بينهم ايه؟ هل هما كوما ولا كولن؟ نشوف كده في الهيلب. ايتم كونتين مفيش تعديل، يبقى غالبا كوما. تعال نجرب دلوقتي، هو عايز علي او احمد. طيب علي هتعدي، طيب احمد برضو هتعدي. تمام، لان انا قلت له ايه قيمه من الاثنين دول، عكسها طبعا item is not contained، العكس بالظبط، فلا هي بلا علي ولا احمد. احمد هي اياها تاني، apply change مش هيقبلها. طب علي برضو مش هيقبلها، تمام، لان انا حطيت له قيم معينه ما يقدرش يستخدمها. تمام، بعد كده عندي بقى برضو item contain only character in value، تحدد له بقى كاركتر معينه. تمام، يعني هنا مش هنحدد له اسم معين، لا ده احنا هنحدد له حروف معينه. يعني انا ممكن اقول له فيها ايه، او فيها سي مثلا، او على ما اتذكر enter the value that compare against، مش عارف، تعال نجربها كده، انا مش عارف هي مباشره ولا هنعمل قيم جوه. تعال نقول له دلوقتي ان الايتم ده يكون يحتوي القيم دي لحد ما نتاكد منها بس مع بعض، مش هنحتاج في حاجات زي دي محدش يروح لها كتير يعني. فدلوقتي انا قلت له كده، قال لي خطا، فيبقى معنى كده معناها ان هو ما قبلش احمد بس، ما قبلش الايه، لازم يكونوا مع بعض. طب لو عملتها كده ايه، والسي ودي، يبقى معناها ايه؟ معناها لازم يكون فيها ايه، او دي او دي. طب لو عملنا ايه، دي اف، لا طب ايه سي دي مثلا، او اي دي سي، عشان ناكد ان مش نفس الترتيب، هيعدي ليه؟ هو بص زي ما انت عايز، بس لازم الحروف دي تكون عندي. تمام، مش كلها، هل كلها ولا حاجه منهم؟ تعالوا نجرب نمتح دي كده. تمام، يبقى اي حاجه بس تكون من دول، اي حرف من دول، مش لازم تكتب كله طبعا، مش منطقي ان هو يديك 20 حرف ويقول لك لازم تكتب من دول، المهم ان يبقوا من دول، فانت ممكن برضو تجبره على حروف معينه. تمام، وطبعا عكسها موجود، يعني اكتب براحتك بس ما تقربش الحروف دي. فلو عملنا اي دي دي تاني دلوقتي، ابلاي تشينج تاني، هنشوف احنا عملنا لود للصفحه ولا لا، سيف. سوري، الاختيار ده مش العكس بتاعها، ده الاختيار ده بيقول لك هنا الاختيار الاولاني لازم تحتوي على دولة. تمام، يعني ايه؟ يعني ايه سي دي، فانا عملت ايه في دي، لا لازم حاجه من دولة بس. الاختيار اللي بعديه على الاقل يبقى فيهم دولة، على الاقل يبقى فيهم واحد من دولة، بمعنى ايه؟ حرف واحد منهم هيعدي الدنيا. فلو كتبت اف اف، تعال نبص الصفحه تاني، الاختيار التاني معلش، لو عملت دلوقتي اف 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 كده، لا
طب اف اف ايه؟ اه عدي، انت معاك حرف من دول عدي، فده معنى item contain at least one of these character. معايا يا جماعه؟ ايه تاني معايا بالنسبه للايتم؟ العكس بقى، item doesn't contain any، مش عايز فيهم اي حاجه من دول. اكتب براحتك بس مش عايز لا ايه ولا دي ولا سي. هيوقفني. طيب ايه؟ اف ار. لا برضو انت عندك ايه؟ طب اف ار ما فيش مشكله عادي. تمام. طبعا عندي كمان item not contain زي ما اتفقنا، و item at least و item not contain. عندي بقى اللي هي regular expression، ودي جميله جدا و advanced جدا، لان انت محتاج تبحث فيها على regular expression عشان تفهم انت عايز تعمل ايه. regular expression يا جماعه بتبقى انت عايز الكتابه بتاعتك في فورمات معين متحدد. فانا عملت لكم مثال صغير اهو زي الفورمات ماسك او الريجولار اكسبريشن الخاص بمين؟ بالميل. يعني انت لازم تكتب ميل، انت عامل مثلا الايتم ده الميل، فانا عايز فورمات معين، فانا عايز ريجولار اكسبريشن تكتب الاسم وبعدين بتعمل ات وبعدين بتكتب اي كان الاسم وبعدين بتكتب دوت كوم مثلا. تمام. فانا عملته كده، ده ريجولار اكسبريشن خاص بمين؟ بالميل. طبعا تقدر تدور على اي حاجه انت عايزها، بس تعال نجرب النيم ده لازم يكون في شكل الميل. فلو جيت اعمل ابلاي تشينج دلوقتي يقول لي لا ما مش مظبط لسه، فكتبت علي اتس صالح مثلا ابلاي تشينج لسه ناقصك حاجه دوت كوم. سوري اللي انت بس صغير شويه بتاع النيم، تعال نخليه، تعال نشيل الماكس لينس ده ونرجع تاني للايت بتاعنا. علي لا لسه ات صالح برضو لسه دوت كوم. تمام. طبعا دي مشكله ان الفاليو اكبر من الاكتوال اللينس بتاعنا، فلو صغرنا شويه. خدوا بالكم الفاليديشن ده جاي من الداتا بيز مش جاي من الفاليديشن بتاعنا. ليه؟ لان انت بعت له 13 حرف وهو كان عامل لك ماكسيمم 10 للاسم. تمام؟ عشان نبقى واخدين بالنا بس من الحرف. فتعال نشيل ثلاث حروف ونفضل محافظين على تقسيمه الميل دي فيعدي معايا. تمام؟ خدتوا بالكم؟ هو عمل الكلام ده منين؟ لما بيعمل مقارنه ما بين الاكسبريشن ده وبين القيمه اللي مبعوتها له. هو عامل كده ومظبط، بص انت هتكتب لي من A ل Z او من 0 ل 9، انا هقبل منك كده، وبعدين تعمل آت. تمام؟ تعال نشوف هنا عشان تبقى واضح اكتر. بص انت هتعمل من A ل Z كابيتال، من A ل Z سمول، او من A ل كابيتال، من A ل Z كابيتال، او من 0 ل 9. تمام؟ او سبيشال كاركتر اندر سكور وشرطه ودوت، خد بالك اهم، او اي حاجه من دول. بعد كده لازم تعمل لي آت، وبعدين نفس الكلام. من A ل Z سمول او من A ل Z كابيتال او من 0 ل 9 او سبيشال كاركتر، بعد كده لازم تحط لي دوت، وبعد كده نفس الكلام. حتى هو حجم اللي ورا ان هم من 2 ل 4 يعني 3 حروف. تمام. فده كلمه الريجولار اكسبريشن. الريجولار اكسبريشن لها قصه كبيره انت ممكن تدور عليها وتفهم هو بيعملها ازاي. فلو جبت لك حتى الريجولار اكسبريشن المشهوره قوي في الاوراكل هتلاقيهم موجودين في جدول هنا تقدر تستخدمهم، حتى بيشرح لك. فانت لو عايز بقى تريستريكت زي ما انت عايز براحتك. تمام. المهم فهمنا ان انا عندي حاجه اسمها ريجولار اكسبريشن، ان الايتم لازم يبقى بماتش ريجولار اكسبريشن بتاعي. تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا خدنا كده كل انواع الايتم، كل انواع الفاليديشن الخاصه بالايتم. اتاكد item null not null not null or zero مش zero continue space alpha numeric numeric valid date valid time span برضو item يساوي value item لا يساوي value item contain in value item not contain in value item contain only character. كل الحاجات دي خدناها. تمام. وبالتجربه والتكرار هتلاقيها موجوده معاك في اكتر من مكان. ان شاء الله نكمل بقيه الدروس. السلام عليكم.